الماظة؟ نعم بابا. الماظة؟ نعم بابا. ده شو ده؟ ده شو ده؟ باقي سكر. ها؟ باقي سكر. ده سلوك همجي، ده سلوك غير مرشد، ده كلام ما اقتصادي. ده شو ده ساعة؟ والله العظيم بابا أنا ما بعرف، كل واحد بتايم براو. خلاص اعتبار من الليلة. أي زول تاني معلقة بتاع سكر واحدة بس. إيشي؟ أي معلقة واحدة ما تزيد فيها. إيشي بابا؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. أوريك المقاس ذاته هاك. ملاقة؟ أيوة. دي بس شفتي؟ بس زيديها تاني. وهي صغيرة بابا. نعم صغيرة كيف بالنسبة لك أنتِ؟ ده نظام بتاع اقتصاد، مش أمور فاضية ساكت. حاضر بابا. يلا. خليني في صوت اقول لك ايش هيك دقه المالك تنور هذا ليش انا ما هي شيء مش بده يا اخي سيخ يا اخي المرض جينا ترى جماعه ما في سكر ابوي قال نحن 40 مليون 40 مليون منو سكان السودان هم لنا قال السكر اللي بنفضله في الكوبايه بيساوي 120 مليون ملعقه يعني كده بنستهلك 700 شوال سكر 700 شوال سكر هاي ايتي سؤال هو انتوا حالكم دير بتعالجوهم يعني عند فكي ولا عند دكاتره نفسانيين ولا بتعملوا لهم حجامه ابوك دينا ولا شنو يا اخي قوم جيب لنا سكر يا اخي من وين دي؟ بري الماظة نعم جيب سكر يا اخي سكر ما في بابا كان ملاقى واحد صغيره ما في يلم الله يلم طاهر راسك يا عوض يا عوض عليك الله ما تفضحنا ومشي لحالنا البصل ما بخده في غرفه النوم خدته وين؟ بخطه في المطبخ في المخزن اذا كان فيه هواء هقدر اقول لك حاجه ثلاثة بصلات ديل كافيه تماما انها تزبط لك الحله مش الحله حقتكم اللي هذه ذاتها ديل بيزبط لنا هاي لكن يا عوض البصل ده عيله صغار شوفي لو كل اسره بتعمل كده حتوفر يعني قريب ال 100 شوال بصل امسكي امسكي زار امسكي 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 يلا بلا تبذير بامور فاضيه معك يلا امشي امشي عيني قدامك بلا قال 100 ثلاثة بصلات صغار شوف دي بالله عليك الله ثلاثة اثنين أربعة اثنين خميس ثلاثة كده يوم الإجازة يوم الإجازة دون بصلتين بس أيوة بوليس دول اسمه أيوة أصلي أصلي أيوة أيوة يا حبيب خلاص يا والله مشتاقين يا اخي ان شاء الله كويس الحمد لله تفضل كيف الاخبار ان شاء الله كويس يا والله العظيم مشتاقين عديل والله جاي والله جيتك ذاتها بالدنيا اقسم بالله الواحد ما مصدق شافك الليله جيت معليش يا اخي كيف امورك كيف يا اصلي تمام والله تكبيره مني يا اصلي يا كبر شنو يا معقول يا معلم يا اخي سفر لك جنب الدكان يا اخي يا عليك الله يا اصلي 150 جنيه يا اصلي 150 جنيه يا اخي 150 جنيه يا معلم يا اخي انا ما جماعه انا صوت الركشه صفرت لي ما سمعتك يا اخي معقول ما في ركشه يا زول ما كان في ركشه صفرت لك وشفتني شفتني عديل كده انت ليه كده انا ما بنكر انا شفتك لكن شنو يعني نادوني مرات الحاج ده بكوري وبيسال صار عادينا قروشنا يا زول خبرت يا اخي خبرت حبه يا زول ما ببرد ولا اي حاجه ما ببرد انا جنون جنزول كبيره مني انا قروش رجع لي ما قول لي عندي لكن تكبيره مني دي المره الثالثه المره الاولى جنب الجزار انا شايف كاني ما قاعد اصلي خزل زول قبل كده يا اخي معقوله يا اخي معقوله تقول لك انا فانا يا اخي اسمع شرب ليك عصير روق دمك عشان نقدر نشوف الموضوع ده الدنيا سخانه يا اخي ما في مشكله ماذا ماذا نعم نعم الله عليك تعالي جيب العصير وتعالي ما مشكله بنشرب العصير لكن الحركات دي ما في لها داعي بس يا اخي انا بقول لك ما شفتك انت يا اخي ما انا حلفتها اربع مرات يا اخي معقوله والله اصلي ما طوالي قاعد تهلف انت هسه عليك الله شوف لنا طريقة لل 150 بتاعتنا ما بتحصل يعني الماظة؟ ده شنو ده؟ عصير ما عرفنا عصير عصير ده شنو ده؟ ده مين عصير شنو؟ ليه؟ ما مشكلة ما مشكلة يا اخي مشكلة ما مشكلة تعليمات بابا ده شنو؟ تعليمات بابا رد قدي 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 من هنا تعليمات بابا عينه ولا شنو العصير بتاعكم؟ هاي لا بس لكن شكله مركز يا زول ده فل عديل هاي لكن اسمع عليك الله بس طلع لي قروشي دي يا زول انا والله والله لو ما مزنوق ما بزرك والله والله عارفك مزنوق الزنقه جاي هاي لكن شنو؟ الواحد يعني بس يتصرف بعدين وحياة أيوة. الله والله وحياة الله انت عارف يومتها لما كبرتها جنب الجزاره كده والله انا دار اموت من الزعل يا اصلي انا قاعد اقصر معاك يا نهايه انا ما قلت لك نفسي حتشوفك طيب يا اخي ليه يا اخي تعمل معانا كده غلط والله كبير شديد اشرب اسمع دينا قروشنا اسي والله بجيب لك طوالي بتاع بس هسه دي بجيب معلش قروش هسه دي يا زول بجيب لك هسه هسه بس لا لا هسه دي طلع لي الغيرك شنو تقلب كانك الماظه كان بس الماظه الله يكتلك ان شاء الله يا الماظه شفت كيف شفت اثنين زي ديل اثنين زي ديل بيظبطوا الحله يعني كده الاسره حتوفر كم ثلاثة في الشهر 36 قاروره زيت في شنو في السنه يعني السودان حيوفر كم
مليون قاروره زي دي. لو سمحت لي يا والد يعني بعد اذنك انا عندي اعتراض على نظريتك الاقتصاديه داخل هذه الاسره. انا بعتبرها انها هي نظريه اقتصاديه هشه. ايوه كويس كويس. انا بدي اقول لك حاجه. شوف خليك ثابت خليك فاهم. انا شايف انه من حقك تعترض ومن حقك تتكلم وانا اسمعك. انا زول شنو؟ ديمقراطي. انا زول ديمقراطي. وريني ال الهشاشه سوين. وريني الهشاشه وين. اوكي 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 اي اوكي. انا بفتكر انه في فراغات خطيره. ايوه يعني في يعني غمع داخل هذه الاسره. أيوة. بتعاملك يعني انت بتتعامل مع الاسره دي تعامل فيه انتهاكيه قليل من الانتهاكيه مع الوالده. يعني تديها قليل من الزيت. أيوة. مع قليل من البصيلات. مع يعني دي حاجه ما في مصلحه الاسره. احنا كده بيكون عندنا نقص فيتاميني داخل الاجسام بتاعت الاسره. فدي الحاجه دي بتاخذ لها بوتغه يعني افتكاريه كده يعني. انا بفتكر يعني اسمع بتعرف تطير؟ لا ما بعرف. ما بتعرف تطير مش كده؟ هشاشه في عينك. لا يا ولد يا رضيفك. بالله العظيم وحطنا بدين ده ابوي وعطله ده ابوي اقسم بالله. اسكت اسكت خلينا نسمعه. نشفها دايره الباقي حلقه عاده. مره ثانيه لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامجنا صباحات سودانيه. وصلنا معكم لواحد من الملفات الصباحيه واللي عايزين نتعرف على نظريه وزن الاقتصاديه. واسعد جدا يكون معي صاحب النظريه داخل الاستوديو عوض بشري. عوض صباح الخير وصباح السعاده عليك استاذ عوض. عليكم السلام ورحمه الله والحمد لله. اهلا بك. اي نعم الحمد لله. بدايه عايزينك تكلمنا عن نظريه وزن الاقتصاديه. اي نعم الاقتصاد ما مهم في الحياه يعني. هسه مثلا شوف زياده ساعه كان اقتصاد. نعم. يعني مثلا نزل كوبايه كده واحده بكفينا الاثنين صح ولا ما صح؟ هاي كوبايه كده جغمه انا جغمه هاي. اي نعم. نظريه وزن يعني هذه النظريه ما جات من فراغ يعني. ولو يعني كل أسرة مثلا طبقت هذه النظرية بحذافيرة. نعم. نحن حنوفر يعني قريب لخمسة مليار دولار. طب ادينا تفاصيل أكثر عن النظرية وعشان نقدر نوفر خمسة دولار اللي انت قلتها. نعم يعني مثلا عندك يعني النظرية دي أنا عاملها في كتيب وحاجة فيها موضحة بالأرقام. يعني عندك مثلا عندك مثلا المجاملات الاجتماعيه والناس اللي بتيجي تكسر في البيوت وقاعدين يكلفوا دي بيكلفوا قريب ال 50 مليون دولار. اها لو الحاجه دي عملناها بشكل مسجات بالرسائل والله العظيم التكلفه تكون 10 مليون بس. 10 مليون دولار بس. دي فرق كبير طبعا. فرق كبير. عندك مثلا شوفي مثلا عندك مثلا يعني قوريش ها؟ انت قاعد تاكل عيشه كلها ولا من وين؟ على حسب الجوع. وكانت ممكن تكون عيشه كامله وممكن من القعر للقعر يعني. يعني في جوع طويل وفي جوع قصير وفي جوع وسط. ايوه طبعا. شو بدي الكلام كده؟ يعني مثلا عندك قرع العيش ده احنا اكتشفنا انه يعني كميه كبيره من قرع العيش بيدعوه في شنو؟ في النفايات. والحكايه دي بتعادل يعني انتاج 100 فرن شغاله بالطاقه القصوى. ياكلوا العيشه كامله يعني. هذا المفروض الزول شنو ما ياكل عيشه كامله. بالله عمك تقول بيشتغل في فرن، تقول عارف الفرن ما قاعد ترسلنا فرن عارف ليش جيت؟ على حسب حاجته وعلى حسب أي ورب الأسرة هو إيه هو شنو هو اللي بيقدر يقدر الحين وأسرته محتاجة لكم كذا من العيش صح ولا ما صح؟ عندك مثلا عندك مثلا الـ الـ الأزياء ها؟ شوف مثلا الأزياء تلقى زول عنده مثلا جلابية وإما لباس طويل. نعم. وشال وشنو ما أعرف فاهم أقول يا أخي ها؟ ها يعني كان الحكايه اختصرت على مثلا عنده جلابيه مثلا وعمه وعراقي كده. استاذ عوض تمرين كلام المذيعه تمرين كلام تفضل. طيب الحكايه دي يعني لو بتقلل لنا عدد الامتار اللي بنستهلكها وبتاثر في السوق. نعم. السوق فيه تاثير يعني زوج كان قال لا لا الحياه دي. ايوه عمك ناوي جوعنا يا شباب. أيوة. دار جوعنا انت في الجو ولا علم عيني المذيعه كيف يا امي يا اخي ما تبهتي يا اخي وده اصلا عيونه كيف عين باتجاه واحد يا اخي يا ولد عيون شنو هذا لما مرق لسان لا دي حركه بتاع الضب بيعملها طوالي انت ما شفتينا بيعملها. نعم. طيب خليني اسالك واسالك انت كسيد عوض بشري عوض صاحب نظريه وزن الاقتصادي. نعم. انت قادر تطبق النظريه دي في بيتك؟ ايوه انا طبقتها اساسا في البيت. طبقها؟ والله ده عصرنا عصرنا جاب زيتنا ذاته يا والله والله صح لا طبقها ما طبقت شنو؟ هي لو سمحت ده في التلفزيون ده ابوي ما تقول عنه كده ما في اي معارضات
والله يا اخي يعني قابلتني كده معارضه يعني خفيفه يعني مثلا اكيد يعني. من المدام اي من المدام لكن شنو برضو في واحد شفتي كده نسيبي دمه تقيل والثقيل هو شنو هو البهرشه انا دمي تقيل ايته انت كده قاعد هرشه تزود خلينا طب نكمل باقي محاورنا عشان المشاهد ذاته يستفيد معانا لنظريه هو البهرشه لكن اقول لك حاجه يعني انا اقول ليكي لو مثلا الموضوع ده استمر بالطريقه دي والله انا بعمل حاجات كثيره اذا انا صامد نعم. وما بتراجع عن هذه النظرية على الإطلاق والحكاية زادت والمعارضة زادت أنا ممكن أطلق عجوبة زادت أكيد ما بتوصل للمرحلة دي بتوصل ده اختصاد تطلقني؟ تطلقني؟ تطلقني أنا يا عوض الحكاية دي مثلا يعني تطلقني أنا يا عوض لا تطلقني أنا يا عوض لا لا دقيقة انت حسابك معي بعدين لا لا دقيقة مدام ما كده لكن لا 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 مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن بعده نواصل حاجة حاجة